السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي عن تاني الجوريزم في الانسوبرفايزد ليرنينج، الدي بي سكان. اخر حاجه كنا اتكلمنا عليها في الكي مينز ان من اكبر مشاكلها انها دايما بتحاول تخلي الكلاسترز اللي هي جاباهم في شكل سفيريكال شويه، اشكال اقرب ما يكون انها تكون سفير عنها اي حاجه تانية، او انها بتكون على شكل مثلا هلال دورية، ممكن شكل بيضاوي، بتعمل اشكال في هذا النطاق. ما تعرفش انها تعمل حاجة بالشكل ده مثلا، ما تعرفش انها تعتبر ان اللاين ده كده لوحده كلاستر. في الصورة دي طبعا احنا لو بصينا الصورة دي فيها 5 كلاسترز، الحتة دي كده ده كلاستر لوحده، ده كلاستر وده كلاستر تاني، ودي ده ودي ده، معنا 5 كلاسترز. فالمفروض وانا بقسم صح المفروض ان الكلاسترز بتوعي تطلع لي ايه، ان كل واحد فيهم بلون. ولكن اللي حصل لما جينا نشغل الكي مينز على الداتا دي عملت 5 كلاسترز ماشي، بس عملت اخطاء رهيبه. عرفت تطلع الكلاستر ده صح، بس اعتبرت الاتنين دول واحد عشان برضو ايه تدي الشكل اللي هو برضو شبه ممكن يقلب بيضاوي شويه او حاجه زي كده، ما عندهاش حته انها تفهم ان في كلاستر لينير، خط هو عباره عن خط، الخط ده كده لوحده كلاستر، ما عندهاش هي النقطه دي. جت هنا ما عرفتش تلقط الاوفل كامله، عملتها في شكل ايه قوسين، كل كلاستر قوس كده، وده طبعا غلط جدا طبعا. طيب نعمل ايه بقى في اشكال زي دي كده؟ قالك الدي بي سكان لما رنت على نفس الكلام ده طلعت نتيجة هي زي ما انتم شايفين مبهرة، بل ده كمان عرفت تطلع الاوتلايرز، وده طبيعي. المفروض مثلا نقطة زي دي هنا مثلا دي اوتلاير، دي مش المفروض انها تبقى قريبة من ده، ولا هي في نفس الوقت قريبة من ده، هي لا هي تبع ده ولا هي تبع ده، مش المفروض ان انا اعتبرها تبع واحدة فيهم. فالمبهر كمان في الدي بي سكان انها طلعت الكلاسترز لوحدها، جابت العدد لوحدها، ما حدش اداها العدد. طيب ميزتها بتقدر تجيب الكلاستر باي شكل، وحتى لو الداتا فيها نويز او اوتلايرز، يبقى هي لحد دلوقتي اللي احنا بنقوله ده هي بتحل مشاكل الكي مينز. كانت من اكبر مشكلات الكي مينز حتة انها ما تعرفش تجيب اي شيب للكلاستر، ولا تعرف تشتغل كويس على الداتا اللي فيها النويز والاوتلايرز. لو فاكرين لما جينا نعمل في السنترويد واحنا بنحسب السنترويد ودخل معانا اوتلاير في الحسبة، كبر شكل الكلاستر كله وخلاه مش منطقي. فدلوقتي الدي بي سكان بتحل النقطتين دول. طيب دي بي سكان اختصار لايه؟ اختصار لكل الكلام المكتوب ده، دينستي بيز سبيشال كلاسترنج اند ابلكيشن ويز نويز، ده اختصار دي بي سكان. طيب الادفانتج بتاعتها ايه؟ طبعا مش محتاج اليوزر يقول لي عايز كام كلاستر، ما عنديش الكي فاكتور ده خالص اللي احنا كنا بنجيبه، بنقول احنا كيوزر هنفترضه، مش محتاج اليوزر يقول لك الكي. تقدر تجيب لي اي شكل غريب ككلاستر، زي الكلاسترز مثلا اللي كانت هنا كده، مثلا ان اللاين ده لوحده كلاستر، ده الاشكال دي تعتبر غريبه للكي مينز. كمان بتقدر تشتغل مع الاوتلايرز عادي. طيب اشكال زي دي كده عادي جدا ان هما ايه بتلقطها الدي بي سكان. طيب الدي بي سكان الايديا اللي شغاله بيها فكرتها ايه؟ يعني ايه الفكره؟ قال لك ان الدي بي سكان بتعمل يعني بالتقريب نفس اللي البني ادم بيعمله لما يجي ياخد باله من الكلاسترز. يعني انت كبني ادم عادي خالص لو جيت قلت لك في كام جروب هنا هتقول لي ايه؟ هتقول لي في 4 جروبس. طيب انت كانسان عملت ايه؟ بصيت على الدينستي،
سواء انت قاصد او مش قاصد، دي حاجة مهارة عندك، بتبص على الدينستي، فبتلاقي البوينتس هنا الدينستي بتاعتها عالية جدا، فتبدأ بقى ايه تفضل تبص 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 لحد ما الايه الدينستي تقل او تنعدم. في حالة زي هنا مثلا في الصورة التالتة دي، هنا مثلا انت هتفضل تشوف الشكل اللي هو الواي ده المعوج لحد ما الدينستي هتنعدم، يا اما تقل وتبقى بوينتس كده بعيدة اوتلايرز، فتقول لي لا خلاص ده كده لوحده وده كده جروب على بعضه لوحده كده. فهي بتعمل فكرة شبه دي كده بالظبط، هي بتفضل تعتبر ان ده كلاستر واحد لحد ما الدينستي تقل او تنعدم تماما، فتبدأ بعد كده تدور تاني انها تمسك نقطة جديدة وتبدأ تكون كلاستر جديد. طيب ايه بقى الحاجات او البارامترز اللي شغالة بيها الدي بي سكان؟ شغالة بتو بارامترز، اول واحد الابسلون وده الراديوس، وتاني واحد المينيمم بوينتس. طيب الابسلون ده زي ما قلنا هو الراديوس حوالين البوينت اللي انا هبقى واقف عليها. احنا هنبدأ هنمشي على كل بوينت في الداتا سيت اللي معانا بوينت باي بوينت، وهعمل حواليها راديوس. راديوس يعني هو ديستنس، هيبقى معايا ديستنس، وهبدأ اقارنها بكل البوينتس اللي في الداتا سيت حتى نفسها، يعني هتتقارن مع نفسها برضه. تمام، يبقى هي الفكرة هنا، انا معايا radius اللي هو الابسلون، معايا حاجة اسمها minimum points. ايه minimum points؟ ده رقم بيدل على ايه اقل عدد من الجيران علشان اعتبر ان البوينت دي core point. يعني ايه الكلام ده بقى؟ طيب الاول هنقول definitions مهمة جدا، ثلاثة definitions عشان نفهم الكلام ده بشكل اوضح. اي بوينت في الداتا سيت عدد البوينتس النيبورز ليها اكبر من المينيمم بوينتس دي كور بوينت. تمام، يبقى اي بوينت جيرانها هيكونوا اكبر من المينيمم بوينتس، عدد الجيران اللي حواليها عدد البوينتس اللي وزن الابسلون اللي هو الراديوس بتاعنا، ساعتها هقول ان دي كور بوينت. طيب هسميها بقى في حالة بقى انها مش كور بوينت، هبدأ اسميها انها بوردر بوينت لو عدد النيبورز بتاعتها اقل من المينيمم بوينتس، وكانت في نفس الوقت بتنتمي او في رينج كور بوينت تانية. الكلام ده هنوضحه واحدة واحدة، ولكن حاليا كور بوينت هقارن بحاجتين عشان اعرف انا معايا كور بوينت ولا بوردر بوينت ولا نويز بوينت اللي هي الاوتلاير. كور بوينت لو انت دلوقتي كبوينت اكس لما لفيت على الداتا سيت كلها لقيت ان انت النيبورز كاونت بتوعك اكبر من او بيساوي المينيمم بوينتس، وده بارامتر جيفن مفيش اي مشكلة في الحتة دي. تمام، فانت ساعتها تبقى كور بوينت. بوردر بوينت لو عدد جيرانك اقل من كده وبتقع في نطاق كور بوينت تاني، لو مش ده او ده هتبقى اوتلاير. طيب مثال بقى كده ايه واضح كده ومرسوم والدنيا فيه اوضح من كده. طبعا احنا الديستنس اللي بنقيس بيها Euclidean distance زي ما احنا مكملين عادي بالEuclidean distance عادي، يعني لما نيجي نشتغل بالديتا في المسائل انت بتعمل Euclidean distance وتقارنها بالإبسلون اللي هو الراديوس، ساعتها هتعرف النيبورز. طيب فقال لك افترض ان المين بوينتس هنا 6 وقال لك الإبسلون ما اداش الفاليو بتاعته، قال لك شوف من الرسمة، يعني مش لازم يدي لك الفاليو لو هو رسم لك الرسمة. طيب فقال لك ايه بقى؟ قال الاكس دي اسمها كور بوينت. ليه؟ قال لك اصل النيبرز اللي حواليها وزن
radius epsilon 6. انا لما طلعت اهو epsilon radius يعني رسمت سيركل الراديوس بتاعها epsilon طلع حواليها 6. هتقول لي لا اصل دول 5 بس. اقول لك هنا في الحالة دي احنا بنعد الاكس من البوينتس دي، يعني البوينت بتعد نفسها من النيبرز، فاجي عد يبقى 1 2 3 4 5 6. طيب وانا عندي مينيمم بوينت 6، يبقى ساعتها الاكس دي ايه؟ كور بوينت. طيب في الكيس الثانيه دي قال لك الواي دي بوردر بوينت. ليه؟ والله انا قمت طالع بريديوس ايبسلون عديت البوينتس اللي في الرينج ده لقيتهم 1 2 3 4 5 بس، ما وصلوش 6. دي مش كور بوينت، بس هي في الرينج بتاع كور بوينت تاني. يبقى طالما انا عدد النيبرز بتوعي اقل من المينيمم بوينتس وفي نفس الوقت في رينج كور بوينت تانية، ابقى انا ساعتها بوردر بوينت. تمام؟ يبقى كده اول حالة اتكلمنا فيها اللي هي الكور بوينت، ازاي اجيب الكور بوينت نفسها. تاني حاجة اعرف منين البوردر بوينت. اخر حاجة لو انت بقى مش كونكتد باي حاجة خالص، ساعتها انت ايه؟ نويز. خلاص مش هنعتبر ان ليك كلاستر اصلا، هنقول ان ده نويز وملوش دعوة بالكلاسترز اللي احنا عملناها. طيب في حتة بقى هنا في اول حاجة هنتكلم فيها الدايركتلي ريتشابل. الموضوع هيتقلب جراف شوية. قالك ايه؟ قالك ان اي لو قلتلك ان اي بوينت كيو دي دايركتلي دينستي ريتشابل من بوينت تانية بي، يبقى الكيو كده 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 طالما هما دايركتلي ريتشابل، يبقى الاتنين دول في رينج ايبسلون من بعض. الديستانس بتاعتهم الماكسيمم بتاعها يبقى ايبسلون. ليه؟ اصل هما بيوصلوا لبعض. بس اللي يهمني بقى هنا ان البي هتبقى كور بوينت. طيب ده ايه علاقته؟ هنتكلم فيه واحده واحده. بس عموما يبقى فكره ان الدايركتلي ريتشابل من الاخر دول تو بوينتس زي كده السي والنقطه الحمراء دي بيوصلوا ببعض دايركت. لما انا اقول لك ان التو بوينتس دول دايركتلي ريتشابل، انت تعرف حاجتين. اول حاجه ان التو بوينتس دول وزن رينج ايبسلون ات ماكسيمم، يعني ماكسيمم المسافه ما بينهم ايبسلون، يعني تكاونت البوينتس دي كنيبرز لبعض. كاني قلت لك البوينت سي والبوينت الحمراء دي نيبرز لبعض، هي. طيب وتاني حاجه تعرفها ان البوينت سي تبقى كور بوينت. ده في حاله ان انا لو قلت لك هنا ايه ان النقطه الحمراء دي دايركتلي ريتشابل من السي. طيب النقطه بقى اللي عايزين نتكلم فيها ان ممكن يبقى معايا اكتر من كور بوينت جنب بعض، وده عادي جدا في الاشكال. لما تبقى في نص الشكل مثلا، الدينستي بتبقى كثيفه جدا، النقط بتبقى قريبه من بعض جدا. فلو انت سي مثلا مخلي عدد يعني مثلا الابسلون بتاعك مثلا بريديوس بتطلع بثلاثة او اربعة مثلا، ومخلي مينيمم بوينتس مش كبير، ساعتها هيبقى جنبيك كور بوينتس كتير جدا. طيب استفيد ايه بقى من فكرة الكور بوينتس لما تبقى موجودة كده؟ قالك الكور بوينتس دي انت ممكن تعمل بيهم باث يوصلك من الكور بوينت لأي حاجة تانية. يعني ايه؟
يعني انا اقدر اقول ان البوينت بي دي ريتشبل من الاي، يعني تبع الاي، بس عشان اقول ان البوينت بي ريتشبل من الاي لازم تكون الطريق كله ما بين الاي والبي معدي من كور بوينت. فاحنا عاملين افتراض هنا في الرسمه دي ان اي نقطه حمراء دي كور بوينت، خلاص دي كور بوينت، كل دي كور بوينت. طيب انا جيت بقى اقول لك هل البي ريتشبل من الاي ولا لا، البي والسي ريتشبل من الاي ولا لا، اقدر اوصل لهم من الاي ولا لا؟ هتقول لي اه. طب ايه اثباتك؟ هتقول لي اصل في طريقه اقدر امشيها اهو بالكور بوينتس اهو، من النقطه الحمراء دي لدي لدي، وصلت بعد كده للبي، ومن هنا همشي من النقطه الحمراء دي لدي، وصلت للسي، خلاص يبقى انا ساعتها اقدر اقول ان انا من الاي اقدر اوصل للبي والسي، يعني البي والسي ريتشبل من الاي. تمام. طيب برضو حاجه تانية، حته الدينستي كونكتد. الدينستي كونكتد هي حاله البي والسي هنا، ان في بوينت اللي هي زي ايه مثلا، في كور بوينت واحده طالع منها طريقين بيوصل لتو بوينتس بعاد عن بعض خالص، يعني من الاخر في سورس واحد اهو اللي هو زي الاي كده مثلا بيوصل للبي وبيوصل للسي، ساعتها اقدر اقول ان البي والسي دول دينس كونكتد. يعني ايه؟ يعني بي والسي مع بعض في نفس الكلاستر، ده اللي احنا عايزين نوصل له من كل ده. يبقى انا عندي ثلاث مصطلحات مختلفين عن بعض شويه، في دايركتلي دينستي ريتشابل، وفي دينستي ريتشابل بس مش دايركتلي، وفي دينستي كونكتد. الدايركتلي دينستي ريتشابل دي في حاله ايه؟ الاي مثلا كده والنقطه الحمراء دي، او النقطه الحمراء دي والاي، تعرف على طول اول لما اقول لك ان كيو وبي مثلا دول دايركتلي دينستي ريتشابل، يبقى المسافه ما بينهم اقل من او بتساوي الابسلون، ويبقى تاني واحده قال لك عليها هي دي الكور بوينت اللي هي الفروم، اللي تيجي بعد فروم دي الكور بوينت بتاعتك. طيب جيت اقول لك ان دول ريتشابل، ان كذا ريتشابل من كذا، ان بي مثلا ريتشابل من ايه، يبقى ساعتها تعرف ايه؟ ان في مجموعه كور بوينتس لو مشيت وراهم من الاي هوصل للبي، ونفس الكلام للسي. طيب اخر حاجه حته الدينستي كونكت التاني، هي في حاله البي والسي نفسهم، ان في دينس، لما اقول لك ان دول دينستي كونكت تعرف ان ايه، في كور بوينت واحده على الاقل اقدر اوصل منها للبي وللسي. بس الهدف من كل ده ان يقول لك ان لو اي بوينت سواء دايركتلي دينستي ريتشابل سواء دينستي ريتشابل سواء دينستي كونكتد، اي حاله من الثلاثه دول، ده معناه ان كل البوينت دي في نفس الكلاستر بس، واي حاجه براهم كده هتبقى اوتلاير. الالجوريزم نفسها شغاله ازاي؟ بيلوب على الداتا سيت نفسها اللي معاه، كل بوينت يبدا يحسب الديستانس ما بينها وما بين بقيه البوينتس الثانيه، يبدا يقارن الديستانس دي اللي هي الاكليديان ديستانس بالابسلون. طيب بيبقى في كونديشن صغير جدا، هل الديستانس اللي انا حسبتها دي اصغر من او بتساوي الابسلون؟ لو كده يبقى زود عدد النيبر، فانا اجيب كل النيبر بوينتس بتاعتي. طيب في حاله بعد ما خلصت سكان الداتا سيت كلها لقيت ان العدد النيبرز بتوعي اكبر من المينيمم بوينتس او بساوي
اكبر من او بيساوي، ساعتها يبقى دي كور بوينت. خلاص يبقى النقطه اللي انا واقف عليها دي كور بوينت، وهعتبر الكور بوينت دي كامبلمنتيشن، يعني هقول انها فيزيتد خلاص، ما تجيش ناحيتها بقى تاني، خلاص دي بقت كور بوينت. وابدا بقى لكل كور بوينت لو هي مش في كلاستر اكريت لها كلاستر، ان ممكن زي ما قلنا في الصوره اللي فاتت هنا كده ان مجموعه من الكور بوينتس يبقوا في نفس الكلاستر عادي. فلو هي مش في كلاستر اكريت لها كلاستر، وابدا اجيب كل البوينت الدينستي كونكتد معاها واحطهم في السيم كلاستر معاها. دينستي كونكتد يعني اوصل لحد المنظر اللي هو بتاع ايه بي وسي، امشي في كل الطرق. يعني لو سي مثلا ان احنا بنابلاي الالجوريزم دي على الايه، هبدا بعد كده امشي لحد ما اوصل للبي وامشي لحد ما اوصل للسي، كل ده ريكيرسيف كده، افضل ادور جوه الداتا سيت. طيب خلصنا، خلاص خلصنا كل البوينتس اللي تنفع، ابدا ايتريت على بقيه الان فيزيتد بوينتس اللي في الداتا سيت كلها. خلصت خالص ومفيش اي داتا تانية نافعة، بقيت الداتا كلها بقت اوتلايرز ونويز. فده اكزامبل كده، قال لك الاكزامبل ده الابسلون باتنين، يعني الريديوس بتاعنا باتنين ومينيمم بوينتس باتنين، مش محتاجة اكتر من نقطتين بس. طيب علشان طبعا هيحتاج يحسب الاكليديان ديستانس لكله، فقام عامل جدول كده، عمل ماتريكس وبدا يحط ايه الاكليديان ديستانس ما بين A1 و A2، ما بين A1 ونفسها طبعا الدايجونال هيبقى ما بين كل واحده ونفسها اللي هو 0، وهنا بدا ما بين A1 و A2 A1 و A3 وهكذا لكل واحده. طيب وبدا يعمل ايه، اي رقم يمشي سكان رو باي رو، اهو جينا ال A1، اي رقم في الديستانس هنا اصغر من او يساوي الابسلون يحطه. الابسلون معانا كانت ب2 او من هنا ابسلون ب2. طيب فبالنسبه لاي 1 ما لقاش، بالنسبه لاي 2 برده ما لقاش، جه عند اي 3 لقى اي 5 واي 6، وفضل يكمل 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 لحد ما بقى عندنا ايه الناحيه اللي على اليمين دي كده. طيب اي ست فاضيه كده دول اوتلايرز، دول اوتلايرز خلاص. طيب بالنسبه بقى للستس المليانه هقارن على اساس ايه، عدد المينيمم بوينتس المطلوب مني 2. طيب مين مع بعض في نفس الكلاستر، هتلاقي هنا A3 معاها A5 و A6، ولو جينا ل A5 هتلاقيها معاها A3 و A6 و A6 معاها A3 و A5، اذا ما بيفتحوش حاجه جديده، يبقى A3 و A5 و A6 كلاستر واحد. طيب A4 معاها A8 هحطهم برضو. طب هتيجي تقول لي ايه، طب ده عدد البوينتس هنا واحد، هقول لك لا، ما انت بتحسب، انت مش بتكتب البوينت نفسها هنا بس تحسبها معاها. قلنا واحنا بنحسب المينيمم بوينتس البوينت نفسها اللي هي، يعني انا بحسب هنا المينيمم بوينتس للA4، هخش الست احسب A8 وازود واحد علشان الA4 نفسها تعتبر نيبر لنفسها، كنا قلناها واحنا بنشرح في الاول. يبقى انا دلوقتي معايا 2 كلاسترز، واحد فيه A4 و A8 والتاني فيه A3 A5 A6، وبقيه الحاجه اوتلايرز، فبقى معايا الشكل ده كده. طيب قال لك بقى ايه اللي يحصل لو احنا زودنا الابسلون، انه بقى بدل ما هو 2 بقى سكوير روت 10. قال لك طالما زودته يبقى منطقي كده النيبر هود هيزيد، جيراني هيزيدوا. ليه؟ اصلا انا كان في حاجات قريبه مني بس ما كنتش عارف اخدها علشان الريديوس كان صغير، ابسلون كانت صغيره، انت كبرتها لي حلت لي المشكله. فعمل سكان تاني بالرقم الجديد اللي هو سكوير روت 10 ده، حسب تاني السيتس اللي ورا دي، عرف يحط الحاجه في تيبل. بعد ما عمل بلوت
للبوينتس لقى ان ايه الكلاسترز وسعت معاه، خلاص الدنيا بقت كويسه معاه. طيب مشكله في الدي بي سكان ان لازم برضو مطلوب من اليوزر انه يحط لي الابسلون. المره دي بقى مش يحط الابسلون وخلاص، لا انت عايز يحط اوبتيمال ابسلون. ليه؟ لان زي ما شفنا فوق كده هنا في حل المسالتين دول، لما الابسلون كان صغير ايه اللي حصل؟ دول اعتبروا اوتلايرز، الحاجات دي كانت اوتلايرز ال A1 وال A2 وال A7، في حين لما الابسلون كبر شويه لا ده حصل يعني ان بقى في كلاستر تالت اصلا، والحاجه بقت منطقيه اكتر ان لا طلع لا الشكل ده اصح من الشكل الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه. طيب واحنا قلنا ان الدي بي سكان لازم يخش لها الابسلون والمينيمم بوينتس، يبقى مشكله من الدي بي سكان هتبقى في الابسلون والمينيمم بوينتس بسبب ايه؟ ان لازم وانت بتدخل لها الابسلون تدخل لها فاليو اوبتيمال، لازم وانت بتدخل لها مينيمم بوينتس تدخل لها فاليو برده اوبتيمال. قال لك بالنسبه للمينيمم بوينتس دي سهله، انت تجيب الدايمنشن بتاع الداتا سيت وتزود عليه واحد، بكل بساطة dimension الداتا سيت وهتزود عليه واحد. قال لك كل ما هتزود في الفاليو كل ما هيبقى كويس، لو بس ده يبقى امتى؟ لو الداتا سيت بتاعتك انت عامل حسابك ان معاك نويز كتير، في بوينتس كتير هتبقى ايه انت عايز يعني مش عايز تخلي ان انت سي مثلا تاخد مينيمم بوينتس 3 بس، وانت ممكن يبقى حواليك على الاقل قرايتين غلط مثلا يبوظوا لك الدنيا. فانت بتكتر في حاله ان انت لو معاك نويز كتير تكتر المينيمم بوينتس، تزود البارامتر ده نفسه علشان ايه؟ مثلا يعني لو انا معايا نويز مثلا معايا 100 قرايه نويز على الاقل، لو حوالين كل بوينت في 3 4 نويز بوظولي المينيمم بوينتس، بقيت بختار بالنويز. طب علشان اشيل النويز دي اقول له لا بص، لو انا ليا 10 نيبرز مثلا ساعتها قول عليا ان انا كور بوينت، فانا كده بعمل ايه؟ بخليه غصب عنه ياخد باله بقى ان لو في نويز حواليا مش هيتاثر بيها بسهوله. ليه؟ ما انا طالب عدد بوينتس كتير فلازم يكون جنبية بوينتس مش نويز. طيب بالنسبة للإبسلون قالك الإبسلون لو سمول جدا، لو صغرت الإبسلون اكتر بقى كمان من ما احنا كنا عاملينه هنا، يعني الاختلاف كان هنا في ايه؟ هنا في الجراف ده الإبسلون كان صغير هنا كبر شوية، قالك بقى لو صغرته عن المنظر ده كمان هيعتبر معظم الداتا أوتلايرز. وابسط مثال ما هو هنا كان معتبر 3 بوينتس من الداتا بتاعتي اوتلايرز، في حين لما كبرنا الابسلون شويه ما كانش فيه اوتلايرز اصلا، كانوا هما 3 كلاسترز. قال لك بس في نفس الوقت لو عملته لو زودته بقيته خليت الابسلون بتاعك كبير جدا ساعتها هيحط لك معظم الداتا في نفس الكلاستر. طيب الحل ايه؟ الحل لازم احاول اجيب اوبتيمال ابسلون. طيب اجيب اوبتيمال ابسلون ازاي؟ هنا بقى تركيه رخمه شويه. قال لك هتبص على كي ان ان بس هجيب بيها الديستنس بس، يعني ايه؟ هتختار كي مثلا وليكن 5 مثلا، وتبدا تعمل ايه؟ تعدي على بوينت بوينت تجيب النيبرز بتوعها وتجيب الديستنس ما بين البوينت دي والنيبرز بتوعها. مثلا احنا قلنا كي هتبقى بخمسة، فهجيب الديستنس ما بين البوينت بتاعتي واقرب 5 ليها واخد الافرج بتاع الديستنس دي. يبقى لحد ما كنا قبل حته الافرج دي هشغلين عادي، جبنا كي خدنا اصغر 5 ديستنس، يعني جبنا الديستنس خدنا اصغر كي ديستنس، ده كده كي ان ان. قال لك بقى الحته الزياده هجيب الافرج بتاعته، وبعدين
وبتفضل تكرر العملية دي على الداتا سيت كلها لحد، وطبعا تبلوت الكلام ده على ايه، على جراف بالشكل ده، لحد ما يبدأ يتكون عندك منظر زي ده كده. المنظر ده كده بيسموه مي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز الحتة اللي تكون ايه، ما بين ان الداتا بتطلع وانها بدأت تثبت بقى خلاص. يعني هنا لو ملاحظين هنا هي بتزيد، يعني بتزيد في الواي اكس، لما في الاكس اكس تقريبا بدأت تثبت خلاص. لو بتزيد بتزيد زيادة بسيطة، فانت بتبقى عايز الحتة دي، هي دي بيقولك الحتة دي الشارب دي حصل تشينج جامد في فاليو الاكس، قال لك الحتة دي هي دي فيها الاوبتيمال فاليو، تاخد الواي بتاعتها هتبقى دي الاوبتيمال فاليو بتاعت الابسلون. طيب اخر حاجة كومبارزن ما بين الدي بي سكان والكي مينز. الكي مينز ما ينفعش استخدمها زي ما قلنا غير لو معايا ايه داتا ينفع اجيب لها المين، غير كده السنترويد هيبقى ملوش اي لازمه. طيب بالنسبه للدي بي سكان لازم يكون معايا داتا فيها برضو نفس الفكره، انها يكون فيها دينستي. بقى هنا الاختلاف في الفكره ان يكون فيها دينستي، يعني ما تجيبليش داتا عباره عن بوينتس متفرقه كده بعيد عن بعضها وتقول لي ابلاي عليها الدي بي سكان. يعني تخيل كده لو في نقطه هنا ونقطه هنا مثلا ونقطه هناك كده، طيب بالشكل ده دي بي سكان هتعمل لك ايه؟ دي بي سكان هدفها او بتبان اكتر لما بتبقى البوينتس قريبه من بعض تكاد تكون عامله شيبس. طيب بالنسبه للدي بي سكان فوائدها كتير، بتجيب لك عدد الكلاسترز اوتوماتيك. الكي مينز طبعا ما بتجيبش اوتوماتيك، لازم انت تقول لك عدد الكلاسترز. دي بي سكان بتقدر تجيب الكلاسترز باشكال مختلفه واحجام مختلفه، كي مينز دايما بتحاول تفضل الشكل المقفول الكونفكس وقريبه من شكل السيمي سيركل او السفير او ما الى ذلك. الدي بي سكان تقدر تهندل النويز والاوتلايرز، كي مينز ما تقدرش بسبب ان احنا دايما بنبدا راندوم. الكي مينز يعني بتتاثر بحته ان انا بادئ راندوم، دي كلاسترز بتتاثر بحته هل انا بادئ منين، يعني من الاخر لو جربت اكتر من تجربه هتلاقي ان الكلاسترز بتوعك بيطلعوا مختلفين من مره للتانيه. دي بي سكان كل مره كلاسترز بيطلعوا صح، نفس شكل الكلاسترز هي كده كده. التو تكنيكس سواء الكي مينز سواء الدي بي سكان شغالين اكليديان داتا. ليه؟ ان انا بحسب اكليديان ديستنس، فلازم الداتا اللي معايا ينفع ابلاي عليها الاكليديان ديستنس، هي دي الاكليديان داتا. ولكن حديثا بقوا بيستخدموها في كافه انواع الداتا عادي خالص. دي كده كانت اخر حته في الانسوبرفايزد ليرنينج. ان شاء الله هنكمل شرح بعد المتر. السلام عليكم.